لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. وسؤال حلقة اليوم: ما هو حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية المؤرخ بيوم ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام عيسى بن مريم؟ وسنعرض لكم بعض آراء العلماء باختصار في حكم الاحتفال به. عند المالكية، وهو أن احتفال المسلم بأي عيد غير عيد الأضحى وعيد الفطر محرم عند المالكية، وأنه لا يجوز للمسلم الاحتفال برأس السنة أو أن يهنئ المشركين في أعيادهم. ومن قال إننا نهنئهم كما يهنئوننا فهذا عيدنا عيد حق وعيدهم باطل، فلا يجوز أن نهنئهم بعيدهم. وقد ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم والمسلمة مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم، لما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم. ومن الأحاديث أيضا عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منهما بيوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وأحمد والنسائي. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر هذين العيدين في الجاهلية. وبناء على ما تقدم نقول: لا يجوز للمسلم والمسلمة مشاركة أهل الكتاب اليهود والنصارى في أعيادهم، لما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز تهنئتهم بأعيادهم لأنها من خصائص دينهم أو مناهجهم الباطلة. وقال ابن القيم رحمه الله: إن التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله من التهنئة بشرب الخمر. وكثير من لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعله، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة فقد عرض نفسه لمقت الله وسخطه. ونختم بفتوى مفتي الديار المصرية: إن الاحتفال برأس السنة بما يتضمنه الاحتفال والتهنئة به جائز شرعا ولا حرمة فيه، لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتد به شرعا وعرفا، من تذكر نعم الله تعالى في تداول الأزمنة وتجدد الأعوام. وقد أقرت الشريعة الناس على أعيادهم لحاجتهم إلى الترويح عن نفوسهم، ونص العلماء على استغلال هذه المواسم في فعل الخير وصلة الرحم والمنافع الاقتصادية والمشاركة المجتمعية. وهذا يوم من أيام الله، يوم السلام على البشرية، والنبي أولى الناس بسيدنا عيسى عليه السلام صاحب هذا المولد المبارك. وكلما ازدادت الروابط الإنسانية تأكدت الحقوق الشرعية، فالمسلمون مأمورون أن يتعايشوا بحسن الخلق وطيب المعشر وسلامة القصد مع إخوانهم في الدين والوطن والقرابة والجوار والإنسانية، ليشعروا من حولهم بالسلام والأمن. هذا والله أعلم، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.